السلام عليكم سيدتي. أنا فقط سؤال، هل توافقين على ما كتب عنك؟ كتب وليت رسالة. آه. عن عنوان؟ لا لا، أنتي كنتي كاتبين عليك أنتي. ها؟ هل ما كتب عنك صحيح ولا مو صحيح؟ والإضافة كما كان إضافة زديها لنا إضافة أنه نشكر لا 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 لا، بالنسبة لك تي أستاذة يا أخي. أنا أستاذ في تعليم الثانوي. وين قريتي؟ الثانوي المجاهد محمد بن مسروق بسيدي عيسى. الله يبارك. بارك يسلمك، وأعتبر نفسي طالبة علم مجتهدة فقط. ليه؟ هو كيفاش قدك هذه؟ طالبة علم مجتهدة. الخطوة أن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي، وأن يستفيد منها طلابي. كتاب سيدي عيسى بعض الأسماء. إيه. لدينا مثلا شاعر ملحن نمل سكينة. ها. وكان الأستاذ دكتور عيسى مارون. ها. الأستاذ الأديب والمؤرخ وكل شيء يحيى صديقي. يحيى صديقي. ها. لدينا أسماء كثيرة. لدينا مثلا نوال سلبحر، استضيفت ذات مرة هنا في المؤسسة في المكتبة. هناك جيل ناشئ إن شاء الله تفتح مثلا جمال عبدلي كذلك. الله يبارك. ولدينا مثلا محمد جلابي كذلك، أخي آخر مرة صدر له كتاب. وهذا ما حضرت الكتاب تاعك بوك، مسيرة الإمام المريد محمد بن علي. إيه. هذا أول إنتاج لك؟ لا، ليس هذا أول إنتاج لي، كان رفع اللبسي عن علامة العهد العباس، كان موجود هنا رفع اللبسي عن علامة العهد العباس. هو حاول فيه أن أزيل الإبهام والغموض الذي أحيط به في كتابات عن مسيرتي ككل الفنية والأدبية، لأن هناك من حاول تشويهه، هناك مستشرق، هناك مستشرق اسمه يوحنا قمير حاول الإساءة إليه، في حين أنه عندما نقرأ ما كتب هذا العالم ومسيرة حياته المشرفة نجد تختلف تماما على الاتهامات واللبس الذي وضعه فيه. سمى ندخل ما يسمى تبينوا، يعني كنت هذيك أول خطوة خطوة في ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. إيه. لما أدرس هذا الإطار، لكن لما كنت أتابع بعض الأشياء في الجزيرة وجدت نفسي أني قد دخلت هذا الميدان، ولكني ممتع، يعني شيء ممتع وجميل أنك تقف على جبل تدافع عنها الرموز الإسلامية. هذا الكتاب الأول. هذا أول كتاب. ثاني كتاب. كتاب كان بعنوان حكايات الأمثال للنشأة والأجيال، هذا عنده علاقة مباشرة مع دراسة، مع دراسة الطالب. هو في الكتاب المدرسي خصون محور وحدة تعليمية اسمها الأمثال والحكم. وضعوا الأمثال وضع حكم دون الشرح، فوجد الأستاذ نفسه في لبس كيف يشرح للتلميذ المثل والأين المصدر والمورد والمضرب. فقمت بتسهيل وتذليل الصعوبات وأحفظت الحكاية الأصلية للمثل وضعتها في الكتاب. ثم مساهمة للأستاذ، يعني للأستاذ والتلميذ، والتلميذ في الأخر، يعني التلميذ حضر الدرس يعرف مصدر المثل، لما يشرح للتلميذ يعرف شرحه. الله يبارك. ومن بعد كتاب؟ بعدها كان ديوان رحب الزنبق، عبارة عن مجموعة من القصائد الشعرية. هذه القصائد الشعرية كانت مبعثرة هناك، ثم تبحثي وديني شعر ثاني. نعم، نبحث وقوم بكتابة شعر. لما تأتيني بعض خواطر ولا أقوم بكتابتها وتدوينها ثم أجمعها في ديوان. ثم هذا مثلا عودة القطار من العار، ديوان صغير. ما أصدرته عودة التتار في زمن العار، هذا الكتاب، هذا الديوان شعري، هذا الديوان شعري، هذا كانت عبارة عن مجموعة من القصائد المبحثرة كانت تكون في 2002 2003 أثناء اجتياح الغزو الأمريكي للعراق. وذكرت بعض القصائد اللي كتبتها عن الثورة الفلسطينية وعن المقاومة،
وقلت اجمعها في كتاب ديال النشر وربما يستفيدوها المؤرخ. هنا المؤرخ مثلا باحث التاريخ يستطيع ان يكون على دراسه يستفيد من الاحداث التاريخيه، لاني كنت اشاهد فاكتب الحدث توثقي الحدث. اي الله يبارك. واليوم ان شاء الله هذا هو اللي هذا هو سيد الحدث، وهذا نجده اليوم عودة التفاق في زمن العار، يعني هو صح يتوافق مع ما الان يسمى التاريخ يعيد نفسه من المغول الى الامريكان، وحنا الدرس لم نعيه لحد الان. نعم سنة ربي وفقنا ونعيه نحن ولا الاجيال القادمه قد بارك الله. وهنا يستطيع مثلا طالب درس التاريخ الذي لم يحضر هذه الفترة مثلا 2002 2003 يستطيع ان يطلع على ايام بعض ايام المواطن العراقي هو تحت القصف، وفي مثلا في المرأة تقول استروني استروني بدل ما انها مستورة وجهها تسير فيتقول استروني استروني، فكانت هذه الاحداث المؤثرة جعلت يدويها لها. اما هذا الكتاب فهو عبارة عن دراسة تاريخية لاحد اعلام رموز الدين الاسلامي الذي جاء فاتحا ولم يكن غازيا، اردت ان اظهره للاجيال للنشر حتى يعرفوا من هم هؤلاء الاولياء، وانهم وان اي انسان بامكانه ان يكون صالحا في علاقته وتقدم الله سبحانه وتعالى. ونقطه المريد تحمل دلاله صوفيه بمن يعمل في هذا الاطار، وأحبذ لو أن كل طالب أو كل دارس تاريخ يقوم بالبحث عن الأولياء الصالحين الموجودين في المنطقة. هؤلاء الأولياء قاموا في النشاط الإسلامي بتوجيه الناس بتعليمهم بتوعيتهم والعمل على شمل الأمة منذ ذلك الوقت. وفيه شيء مهم هو فكرة عن المغرب العربي الكبير في القرن الوسطى، وأنه كان ذاهب وكيف أن معركة الزلاقة التي قدمت في الفتحات العربية الإسلامية وما يظهر في الجيل القادم من معرفة أسلافهم، لا بد من معرفة الأجيال لآبائهم وأجدادهم حتى يسيروا على الدرب وعلى المنهج. مجتهدة في طلب العلم فقط. بعد إن شاء الله تزيد يتوفي معك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة أحيي بها هذا الجمع الكريم، وأشكر كل القائمين على هذه المكتبة، وأشكر كل الذين حدثوا لإقامة هذا الملتقى الأدبي الراقي، وأشكر كل الذين ساهموا في تلبية الدعوة وقدموا لنا ما استفدنا منه من كلام راق طيب جميل. شكرا للسيد مدير المكتبة، وشكرا لكل السادة الذين حضروا وساهموا في إحياء هذه الجلسة المباركة إن شاء الله جعلها الله في ميزان حسناتنا جميعا. مثلما قال أساتذتي الكرام، فنحن في شهر الثورة، شهر مبارك، شهر المقاومة. ففي مثل هذا اليوم من 17 من أكتوبر ضحى آلاف الجزائريين، ضحوا بأرواحهم وهم يساندون القضية الوطنية الجزائرية ويدعمون المجاهدين في كل مكان، فخرجوا في مظاهرات سلمية في كل العواصم وخاصة في العاصمة باريس في 17 من أكتوبر، حيث قامت بإلقائهم في نهر السين والتنكيل بهم وتشريدهم وقتلهم بأبشع ما يكون القتل. هذا اليوم إنما هو إعادة لإحياء الذاكرة لكي نجمع بينها وبين ما نعيشه اليوم من مقاومات يشهدها الوطن العربي عامة وخاصة المجاهدة المقاومة فلسطين. فشعبنا وأهلنا في فلسطين في كل شبر منها ندعو له بالتوفيق، وندعو له بأن يثبت الله الأرض تحت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم. آمين.
لرب العالمين. ورأيت قبل أن أتحدث عن الكتاب الذي هو محور حضوري، رأيت أن أقدم هذه القصيدة لكي أساهم بها في التضامن، نعم، في التضامن مع إخواني في فلسطين بالرغم من بساطتها. وقد اخترتها من ديوان عودة التتار، وهي قصيدة لا تلقى إلى ما قاله أساتذتي الكرام من قوة القصيدة العربية، لكنها محاولة فقط لأقول إني أتضامن مع إخوتي في فلسطين. وهذه القصيدة تعود إلى 2002 حينما كان الغزو الأمريكي على أشده، وهو يدك قلاع العراق الأبية، العراق التي استهدفت استهدافا بشعا شنيعا بماذا؟ لأنها كانت تمول الفلسطينيين وتخصص لهم راتبا شهريا وتدعمهم. أقول يا ابن الفداء ما أبرك، قوى الإله ساعدك، يا من فجرت ثورة من رحم الحجارة الثائرة مثلك، هناك هناك أنت صامد تغرس البطولة حيث الصقر دائر تقف وحدك، لله درك، نحيي فيك البطولة والروح تبكي حصارك هناك وحدك، حيث تختار البطولة، تختار البطولة وتشنق العدالة وتقدس النذالة لإغاثتك. أنت رمز أمة على الهدى تجمهرت اليوم لتنصر الإنسان وتنصرك، لله درك. أيها الرابط خلف الحصار، إنك لأعيننا ليل نهار نهتف باسمك، حناجر الكتب والأقلام التي تحبك، يا من علمت الشعوب كيف تختار المصير، وكيف تصنع الخبز من صبرها، وتشرب الحزن نخض عزها، أبشرك فقد لاحت تباشير فجرك، لله درك. أيها المقاوم هناك وحدك، نصرك الله وحدك هناك، أيها الرابط في أرض فلسطين في كل شبر منها، وأعزك الله وبشرك. نحن نعرف أن الجزائر هي بلاد الشهداء وبلاد الأولياء، وأن هؤلاء الأولياء كان دورهم كبيراً في نشر الدين الإسلامي وتوعية الناس، وأن الدور الهام الذي رأى المحتل في كل البلاد العربية الإسلامية أن هؤلاء الأولياء لهم دور عظيم، ماذا فعل؟ قاموا بتشويه هؤلاء الأشخاص، وقاموا بإعطاء بعض الأشخاص مبالغ مالية لكي ينوبوا عن الصليبي. حينما حاولت مثلا فرنسا أن تقوم بالترويج وتمسيح الجزائريين، من الذي دافع عن المفوض وهوية الشعب الجزائري؟ هو الدين، هم الذين الأساتذة والمعلمين. وفي هذا الكتاب بينت مسيرته منذ خروجه من فاس، مروره بالصحراء الغربية وادي الذهب، وصولا إلى المنطقة التي إلى قلعة بن حماد، ثم تمركزه في المنطقة التي يوجد فيها ظرفه حاليا. وفي هذا الكتاب نرى بأن معظم الأولياء الصالحين في الجزائر إنما يمتد نسبهم إلى الأدارسة، هؤلاء الأدارسة الذين اضطهدوا، فمعظمهم تمركز في الجبال، فنجد مثلا كثير من الولاة ومن الرجال الإصلاحوتي مثلا في قبائل تزويزو، في الجبال مرتفعة تزويزو، بجاية، تلمسان، هذه المناطق الداخلية. إذا ركزت على محمد بن علي لماذا؟ لأنه حدثت مشاكل كثيرة خاصة مع أبناء العمومة، وخاصة عندما ترصده ابن عمي عبد الرحمن عندما أراد أن يأخذ الحكم. ففي الفترة التي كان فيها محمد بن علي بن زيد في قرطبة ينهل العلم على يد مشايخها، كان عبد الرحمن بن عمي هذا يقوم بالإشراف على الجانب العسكري، فظن أن والده سيعطيه الإمارة، فدخل معه في جدال، لكن محمد بن علي تنازل له عن الحكم، وخرج من فاس متوجها إلى المغرب الأوسط إلى الجزائر. إذن الفكرة التي أريد أن أشيرها هي أن هذا الرجل المعروف حاليا بسيدي هجرس، إنما هو ولي صالح،
انما اصله ينتمي الى الادارسة الذين اسسوا امارتهم في فاس. وقبل ذلك تحدثت عن الصراع الذي دار بين الامويين والعباسيين، قدمت نظره تاريخيه الصراع بين الامويين والعباسيين بما ادى كما نعرف بان الطبيب ان العباسيين قاموا باخذ الحكم من الامويين بشكل اوهموا به العامه انهم يريدون اعاده الحكم الى الحسن الى ان وصلوا الى ان امتثال الضمان لا يوجد بسبب هذا الرجل. الفكره ما هي؟ انها ان الوالد ابو زيد قام بتاسيس وانجاز مدارس قرانيه. هذه المدارس القرانيه في تلك الزمان هي التي تضاهيها اليوم المدارس القرانيه حاليا. وهذه الزوايا كانت تعمل على نشر الدين الاسلامي وعلى حفظ الخصومات. وفي المرحله الاستعماريه كانت تقوم بجمع الشمل، جمع الشمل وجمع رغبة الجزائريين لكي يهبوا في صعيد واحد من أجل محاربة الفرنسي. إذا ما نريد أن نقوله هو أننا نحترم هؤلاء الأولياء، خاصة الدور الذي قاموا به أثناء الفترة الاستعمارية، أننا نأخذ منهم العبر والحكم عندما يتنازلون، عندما نرى في حياتهم اليومية وفي حل مشاكلهم كيف يتنازل منه عن حقه، يتنازل عن حقه لا حقنا لبناء البيت او الاهل او الاخوه او الوطن. فنحن في هؤلاء الاولياء ناخذ منهم الحكمه والاداره الحسنه في تسيير شؤون الناس والرعي. فهم عوامل، هؤلاء البلاد عوامل لجمع الشعب، لجمع الكلمه، لجمع القوه من اجل محاربه الاخر. فهذه بصفه عامه اذا تذكرتم هو مسلم بن العافيه، مسلم بن العافيه هو الذي قام بتكريمهم وقبضهم. والحقيقه التي اريد ان اقولها هو انه هؤلاء التدارسه ليسوا مثلما يرى بعض المؤرخون، يرى بعض المؤرخين ان الادارسه انما جاءوا من اسبانيا اثناء سقوط الاندلس، لا قالوا لي انهم جاءوا من اسبانيا اثناء سقوط الاندلس وتمغروا في الصحراء حتى يلحقهم احداث، انما هم ادارسه. وعندما وقعت الحرب بين الامويين والعباسيين ثم جاء دور سقوط العباسيين، هرب عبد الله بن الكامل ونجا بابنهم الاربعه، الابناء الاربعه هم كذلك وقعوا في حصار شديد الى ان قتل يحيى وقتل يحيى واخوه سليمان، ونجا ادريس الذي توغل واستقر في المغرب الاقصى في حدود ويلي. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان